رجعنا لحضراتكم بقى عشان نتواصل معاكم ونكمل اخبارنا ولسه مع النادي الاهلي. الليله الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر لكره السله. الحقيقه هنروح بعد الهوا النهارده ان شاء الله في استوديو تحليلي مهم جدا لمباراه الاهلي والاتحاد باذن الله في تمام الساعه 8 مساء، والماتش هيبقى الساعه 9 مساء. هيلتقي الاهلي مع الاتحاد السكندري في مواجهه كبرى وكلاسيكيه في نهائي كاس مصر لكره السله. الحقيقه يعني الاتحاد من الانديه الكبيره جدا في كره السله يعني، وطبعا في كل الالعاب ولكنه مميز في العاب كره السله او في العاب الصالات وخصوصا كره السله. هتقام المباراه على صاله الشباب والرياضه، ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي خلال اللقاء والفوز باللقب ان شاء الله يعني. اختتم الفريق مرانو امس بقياده اوغستي بوش المدير الفني، الذي اكد على ضروره التركيز الشديد في المباراه والالتزام بالتعليمات الفنيه داخل الملعب. وطبعا رجال السله كان تاهلوا للمباراه دي بعد الفوز في مباراه، الحقيقه يعني مباراه الجزيره دي لحد اخر ثانيه هي برضو قاضيه ممكن على فكره. الثلاثيه دي يعني كانت حاجه عظيمه جدا يعني، 67 66 في نصف نهائي البطوله في مباراه كانت رائعه الحقيقه يعني. كل التوفيق لفريق كره السله بالنادي الاهلي لتقديم عرض قوي كالعاده والتتويج بكاس مصر ان شاء الله. يعني المباراه بتاع كره السله دي من الحاجات الممتعه جدا، ثلاثيه واحده تغير نتيجه المباراه من هزيمه بفارق هدفين او فارق نقطتين يعني لفوز بفارق هدف. حاجه انا بحب الالعاب اللي فيها التشويق لحد اخر لحظه دي يعني، وجماهير واثاره. والحقيقه احنا عندنا مجموعه من اللاعبين مع مدرب مع اداره نشاط رياضي مع كل التوليفه دي، منظومه ممتازه في العاب الصالات يعني، هي المتصدره تقريبا في كل العاب الصالات. ولكن في السله يعني احنا هنتكلم عن الفولي، لكن السله على حتى المستوى الافريقي والعالمي احنا عاملين حاجه هايله مع مستر اجوستي. مستر اجوستي بوش اختيار موفق جدا من اداره النشاط الرياضي حقيقه، سواء سله او كره يد او كره طايره كمان اللي حققوا العلامه الكامله، حاجه هايله. نروح بقى